السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ربي تكونوا بخير كلكم. النهارده ان شاء الله هناخد اول يونت في كتاب الكونكت، كتاب المعاصر للصف السادس الابتدائي، المنهج الجديد 2022. نقول بسم الله ونبدا. هنا مدينا طبعا دي زي تذكره لطريقه الكتابه الصحيحه للطالب، طبعا انا شرحتها قبل كده. هنا جيت ريدي ان احنا هنا زي ريفيجن على الحاجات اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت. بعض الكلمات عن حيوانات المزرعه فارم انيمالز، يعني هناخدها على السريع: هن، دونكي، دوكس، جوت، شيب، كاو، هورس، وفيش. وبرده بعض الكلمات عن المنزل: بيدروم، ليفينج روم، كيتشن، اباتمنت، ويندو، دور، كاوتش، ارمي تشير، وي واردروب، وي بيكتشر، كاب بورد، وي كمبيوتر، وي تي في. ومدينا هنا صفات adjectives عن اللي هي صفات اللي هي high, low, beautiful, tall, short, angry, happy, sad, big, small كبير صغير, favorite اللي هي مفضل. والطعام: cake, grapes, bananas, nuts, oranges, lemons, apple, وفيتز. وكمان مدينا الافعال verbs اللي هي ايه الافعال: need, write, brush, drink, help, eat, give, shout, يصرخ, share, يشارك, play, يلعب, say, يقول أو يتحدث, ride a bike, يركب الدراجة, we walk, we point, هدف, we make, يصنع, we drive a car يعني يسوق السيارة. الصفحة اللي بعدها عبارة عن ايه؟ عبارة عن parts of speech or types of words اللي هي أجزاء الكلام أو أنواع الكلمات، تتكون من الاسم وتتكون من الفعل، بتتكون من الصفة، الحرف الجار والضمير. الأسماء زي جوت وباج، بوي، سلمى. الأفعال اللي هو زي يريد، يلعب، يأكل، ينام، eat، read، play، run، يجري، يعني فعل هو بيفعله. والصفة adjective اللي هي ايه؟ اللي هي صفة small، big، angry، مثلا thirsty، الحاجات دي كلها. tired، hungry، يعني small، big هو هنا ذكر لينا كبير وصغير. وكمان عندنا هنا حرف الجر ان وي اون، اون على، نفتكر مع بعض، وان ايه في، الضمير. عندنا هنا زي مثال ادم استول، ادم اسم استول الصفه بتاعته طويل، هي ازنت ايه شورت، هو ليس قصير. وهنا الفيل ذا الفانت از بيج، ات ازنت سمول، الفيل كبير هو ليس ايه صغير. يبقى الفيل الاسم كبير الصفه. تمام. sentence دي عبارة عن ايه؟ عن ال subject بيبقى بعده ال verb. الفاعل هنا زي مثال اهو: عمر plays tennis، عمر يلعب التنس. والفاعل بتاع عمر يعني ممكن نكتب عمر او نكتب he plays tennis. مثلا هنا شهد plays tennis، يبقى هنقول بدل he she plays tennis. عندنا هنا الفاعل قد يكون اسم او يكون ضمير من ضمائر الفعل التالية. الاي ايه هي ضمائر الفعل؟ subject pronouns اللي هي اي والهي والشي والات ويو. يو احنا عرفنا ان هي يو دي من اللي هي انت او انتم في الضمائر الجمع وضمائر المفرد. وزي وي الضمائر الجمع زي وي يو، يبقى يو بمعنى انت او انتم. ضمائر المفرده اللي هي بنتحدث فيها عن نفسنا احنا بس او اتنين من الاشخاص بيتكلموا مع بعض. ات اللي هي هو او هي غير عاقل، شي يعني هي، هي هو، اي يعني انا، ويو يعني انت او انتم. هنا مدينا الفيرب السبجكت يعني اي درينك ووتر اللي هو فين الفعل بيجي بعد الاي، وايت قد يضاف للفعل اضافات مثل اس حسب الحاجات دي طبعا كلها الاطفال خدوها. الافعال التاليه التي يختلف شكلها حسب الفعل الذي يسبقها، يعني هنا فعل يكون فيرب تو بي، فيرب تو بي يعني فعل يكون. الاي طبعا ام، انا اكون اي ام. هي والشي والات بتاخد الاز، يعني هي از، شي از، ات از. يو والزي والوي دي جمع بتاخد الار، زي ار ات هوم. تمام. فعل يمتلك فيرب تو هاف، هاف يمتلك، يبقى هنا هاف يمتلك. فيرب تو دو يفعل، فيرب تو بي يكون. يبقى فيرب تو دو فعل يفعل، اي واليو والزي والوي بتاخد الدو، اللي هي والشي والات بتاخد الدز. يبقى مثلا هنا how do you feel، انما هي والشي والات بتاخد الدز، what does he look like. ودي عليها هنا زي activities
طبعا دي سهله، بنعمل سيركل على ايه، على هنا السبجكت والفيرب. دي كلها حاجات ريفيجن على سنه تانية وسنه اولى. هنا الكتاب الشخصيات اللي موجوده معانا في الكتاب ذا بوك كاركترز، معانا الشخصيه بتاعت هاني، ومعانا هنا، معانا بيزي بي، ومعانا اميره، ومعانا يوسف. وده الكونتنت بتاع الكتاب هناخد النهارده زي ما قلت لكم. اليونت 1 اي فيل هابي. سيم 1 هو ام اي اي فيل هابي، انا اشعر بالسعاده. ماي وودز الكلمات بتاعه الليسن 1 اللي موجوده في يونت 1. الكلمات الاساسيه اللي هي طبعا حفظ. ايه هي الكلمات دي الاساسيه؟ مين ووردز اللي هي هابي صفات، هابي هانجري اكسايتد ثيرستي انجري تايرد. طبعا واضح من الصوره انه هنا هابي سعيد، هنا جعان، هنا اكسايتد متحمس، وهنا عطشان، وهنا غضبان، وهنا تايرد تعبان. الكلمات المهمه important words اللي هي ايه؟ feel be feel يعني يشعر، be نحله، sleep ينام، meet يقابل، meet لحمه، clean ينظف، وليف اللي هي ورقه الشجره. كلمات الاضافيه extra words برضو دي حفظ ودي حفظ. play sport دي اللي هي بتاعت lesson 3 group 3 اللي هتكون معانا في lesson 3. play sports go outside play board games eat chocolate cake drink cola make a sandwich. يبقى هي دي اللي هتكون معانا، الكلمات موجوده معانا في lesson 1، دي اللي هتكون موجوده معانا في lesson 2، ودي اللي هتكون موجوده معانا في lesson 3. هنا I feel، I feel يعني انا اشعر، I feel انا اشعر، ومدينا هنا بعض الايه التعبير او الصفات. I feel angry، I feel thirsty يعني الطالب بيشوف الصور دي وبيقول I feel، ويبص على الصورة كويس ويشوف تحتيها مكتوب ايه، هنا عطشان يبقى thirsty، بيبص على الصورة هنا ويشوفها يبقى excited متحمس، يبص على الصورة يلاقيه هنا happy، هنا hungry جعان، هنا tired، وهنا حزين. عندنا هنا استمع واقرأ وتبادل الأدوار، دي زي ايه؟ زي حوار دار بين هنا ويوسف والشخصية دي يوسف ومين؟ كده عشان انا اميرة ويوسف وهنا وهنا وهاني، هاني وهنا. يبقى ده الحوار اللي دار بين ايه بينهم. رقم واحد يوسف اللي قال لا ده مين ده؟ هاني. هاني هاني I feel happy today، انا ايه I feel يعني انا اشعر happy بالسعادة اليوم today. فسأل سؤال هنا how do you feel، هنا بيسأل هنا سؤال بيقول لها ايه how do you feel، ماذا تشعرين، كيف تشعرين يعني، كيف تشعرين مش ماذا، سوري ماذا وات بس معلش يعني هاو 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 كيف. نمبر 2 هي قامت قايله هنا I feel excited، انا ايه متحمسه، اشعر انني متحمسه. دادي is coming home soon، باباها جاي هيزور البيت قريب. هاو دو يو فيل يوسف، فبتسال يوسف كيف تشعر يا يوسف. ام يوسف نمبر 3 رد عليها وقال لها ايه اتس هوت، الجو ايه الجو حر. I feel thirsty، انا عطشان او اشعر بالعطش. ام السمعة اميره راحت قايله له ايه مي تو، مي تو انا ايضا، اند اي فيل هانجري وكمان انا جعانه. نمبر 5 اخر حاجه هنا قالت لهم ليتس، ليتس ده جمع جو تو ذا كيتشن تو هاف سمثينج تو ايت، هيا بينا نذهب للايه للمطبخ لنجد شيئا ما لناكله، يلا نروح المطبخ ندور على اي شيء ايه ناكله. هنا اكسترا اكسترا فوكابولاري، ايه اكسترا فوكابولاري اللي هي ايه اللي موجوده هنا؟ دادي come home today hot eat me too، بابا ياتي الى المنزل come home today اليوم حار او ساخن hot وياكل يعني eat me too انا ايضا. وهنا التريس اللي هي هنمشي على اللي كان هنا زي نفس الكلام ده بس مؤقت والطفل بيمشي عليه بحيث انه يحسن خطه، وهنا بيعتمد على نفسه في الكتابه. ودي اكتيفيتي على الحوار اللي دار مكتوب هنا اول حاجه اي وبين الاقواس eat وفيل وجو، وبعدين happy today يبقى I feel happy today انا اشعر بالسعادة اليوم. هنا it's عندنا happy و hot و tired، وبعدين قال I feel اشعر بالعطش يبقى I feel thirsty يبقى it's hot حر. نمبر 3 who where we how do you feel يعني ده سؤال، وبعد كده قال I feel tired يعني ده سؤال، يبقى ايه يبقى I feel، وبعدين بين الاقواس sad و hungry و thirsty let's have something to do يعني I feel مدام eat يبقى جعان يبقى hungry. اللي بعدها هنا تعبير عن المشاعر،
يعني ايه التعبير عن المشاعر؟ يعني انا بسأل ابني، بسأله كده بقول له انت مثلا how do you feel، انت كيف تشعر؟ فاحنا نستناه يقول I feel، هو ايه حاسس بايه؟ هل هو سعيد؟ هل هو عطشان؟ هل هو angry؟ هل هو excited؟ هل هو hungry؟ يعني احنا بنعلم الطفل ان احنا نسأله هو ايه يرد علينا، او هو يسألنا واحنا نرد عليه. يبقى I feel بتيجي معاها ايه؟ adjective اللي هي الصفة، الصفة اللي هي ايه؟ اللي هي happy، thirsty، angry. وده السؤال. يبقى هنا الام بتسال مثلا، كمثال الام هنا هتسال ابنها هاو دو يو فيل، فابنها يرد عليها بالاحساس اللي هو حاسس بيه وهو معاكي وتعوديه ان هو وقت ما يكون حاسس بايه فيقدر ان هو يعبر عن مشاعره بالانجلش. وهنا برضو انت هتخليه يسالك، قولي له اسالني هاو دو يو فيل، فانا كجاوب عليكي ويبقى عارف الحاجات دي تكون بالنسبه له سهله. وده زي سانج كده للطفل. الطفل هنا يعني بنضيف حاجه مرحه كده في اثناء المذاكره عشان هو ما يزهقش مننا وما يملش. عندنا هنا I feel thirsty thirsty thirsty، أنا أشعر بالعطش بالعطش بالعطش. How do you feel؟ كيف تشعر أو تشعرين؟ I feel angry angry angry، أشعر بالغضب بالغضب بالغضب. How do you feel؟ كيف تشعرين؟ I feel hungry hungry hungry، أشعر بالجوع بالجوع بالجوع. How do you feel؟ We feel، نحن نشعر happy happy بالسعادة. And we hope you too do، وكمان نتمنى ليك أنت أيضا. هنا writing على الصفات happy excited thirsty hungry tired feel sad angry. عندنا هنا activities on lesson 1، دي أنشطة على lesson 1. هنا أول حاجة دي سهلة جدا، زي نقاط واحنا بنكمل الموجود فوق. عندنا to وthirsty وfeel. هاني it's hot، it's hot جو حار أو إنه حار. I feel أكيد مادام حار يبقى thirsty. مها me وبعدين نقاط and I am hungry، hungry يبقى me too and I am hungry، اللي هي الحوار اللي دار في القصة هي قالت فعلا me too. اقرأ واصل read and match. عندنا thirsty said hungry، thirsty فين وsaid فين وhungry فين. وصح وغلط أول صورة وتاني صورة وتالت صورة. I feel happy أكيد دي صح. I feel thirsty هي غضبانة angry. Let's go to the kitchen، هما موجودين فعلا في المطبخ. تمام. look اللي هنا زي ترتيب، هنرتب هنا الكلمات. اول صورة هنا angry مكتوبة بشكل يعني مش مترتبة حروفها، فاحنا الطفل هو اللي هيرتبها. excited برضو مكتوبة مش مترتبة، الطفل هو اللي هيرتبها. وthirsty مش مترتبة، الطفل هيرتبها عشان هو حفظ، المفروض ان هو حفظ فهو هيرتبها بايه يعني صح. لو يعني مكتوبة غلط كتبها غلط يبقى هو محفظهوش، فنرجع تاني حفظ. هنا look and complete انظر واكمل. مدينا هنا excited متحمس، feel يشعر، tired تعبان، وthirsty عطشان. اول صورة tired، تاني صورة angry بقى I feel، I feel thirsty، I feel excited. اخر لا مش اخر سؤال، هو السؤال write a sentence under each picture، يعني احنا هنشوف هو مكتوب ايه وهنكتب I feel ايه هنا excited، I feel هنا I feel sad. سؤال السابع هنا او number one اللي هي هنا how do you feel؟ I feel happy. How do you feel؟ I feel hungry. How do you feel؟ I feel tired. وهنا copy the following sentences اللي هي هنكتب ايه بنفس طريقة الكلام بخط كويس. ده كده احنا خلصنا lesson 1. انا هقفل الفيديو على lesson 1 وهعمل فيديو تاني lesson 2 بحيث ان الطفل ما يزهقش مننا. واشوفكم في الفيديو التاني. سلام عليكم.